بعض الناس يظن أن الأعزب الذي لم يتزوج لا تصح إمامته بالناس ولا خطبتهم الخطبة فيهم، وإنما يصلي لنفسه يكون مأموما فقط، وهذا الفهم خطأ، إذ يصح أن يصلي الأعزب بالناس وأن يأمهم ويخطب فيهم أيضا الخطبة وأن يضحي، والأضحية سنة على كل بالغ حر، على كل حر بالغ، لا يشترط فيه أن يكون متزوجا. الآن نحن انتشر لدينا أنه يعني الشاة الواحدة تكفي عن رب الأسرة وعن كل من يسكن معهم في البيت، وظن كثير من الناس أن الأمر هكذا، لكن هذا على وجه الكفاية فقط. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الشاة الواحدة تكفي عن صاحب البيت وعن أهله، تكفي الدار الواحدة وكل من فيها، هذا على وجه الكفاية، لكن السنة أن يضحي كل حر بالغ. ولذلك خليل بن إسحاق في مختصره صدر باب الأضحية بقوله: سنة لحر غير حاج أضحية لا تشحف، فلم يقل متزوج أو أعزب، وإنما الأمر عام. وهكذا جاءت الأوامر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الحث على الأضحية إنما هو أمر عام، ولم يذكر المتزوجين دون غيرهم في الأضحية. فنعم، يصح أن يؤم بهم في صلاة العيد وأن يصلي وأن يخطب فيهم الخطبة وأن يضحي، هذا كله مشروع وصلاتهم صحيحة وليس عليهم من بأس.